مثل ما جاي شوف شباب، جبنا واحد صغير وجبنا واحد عملاق، اللي راح يصير شنو؟ نفس فكرة جاسم. جبت لك مسبح، هذا المسبح تريدونه؟ ما قلت لكم وعدتكم اجيب لكم مسبح؟ ايش بيه؟ مروح صدق قاعد تحكي؟ مسبح الكبكي. شو ايش بيه؟ قاعد بشربايته ويبكي، ايش بيك بابا؟ ابا المسبح صغير يا مسبح. شفته مو شفته هسه واقتنعت بيه؟ ما كنت عبا اسوي مقلب. عباك اسوي مقلب؟ ايه. شو ايش بيه المسبح بابا؟ ايه. ما تحاجي لا من يمك. والقران يلا عمار هنا وقعت بموقف محرج، الله لا يراوي العبد مسلم. همزين خابر جاسم وراح وياه. السلام عليكم، اغلبيتكم تدرون وشفت الفيديو شلون المسبح مالتنا انزرف وخرب، وانا وعدت دانيال يومان وعلوج وقلت لهم راح اجيب لكم اكبر من مسبحكم بثلاث مرات، واليوم راح نجيب هذا المسبح. خبر صديق جاسم قلت له هسه تجينا حتى نروح نجيب المسبح، وسمعوا جاسم شنو اقترح علي من فكره وشنو راح نسوي بيه. اليوم انا جاسم انتم تدرون وعد دانيال يومان على مسبح، زين شنو فكرة جاسم؟ واحد على واحد؟ والله شو فكرة؟ جامد نسمع فكرة جاسم. فكرة ما في. نجيب مسبح صغير. مسبح صغير عادي. ما يرضوني يشوفوني. أنا مطلع اسمع الفكرة ما أدري. نجيب مسبح صغير متر. ونجيب لهم مسبح كبير يعطونا. حلو. مسبح كبير ما نطيه. نسيب لهم مسبح صغير. نقولهم هذا المسبح الصغير ما لقينا مسبح. حلو. مثل ما سمعت فكرة جاسم راح نجيب مسبحين، مسبح صغير ومسبح كبير. اول ما راح نترس المسبح الصغير ونشوف شنو راح تكون ردة فعلهم، وبعدين راح نصدمهم بالمسبح العملاق ونشوف شنو راح تكون ردة فعلهم. شباب تخيلوا مسبح عملاق، انتظروا ردة فعلهم وحطوا لايك. شباب هواي ناس جاي يشاهد، ما تخلي لايكات، اتمنى منك تخلي لايك وتشترك بالقناة لان قربنا جدا للعشرة مليون مشترك. شوف ردة فعلهم اللي يشوفون الصغير، يعني شوف ردة فعلهم الصغير ردة فعلهم يعني مفاجئة ومقلب كلها راح اشتري. شباب انتظروا اللي راح يصير. هسه وصلنا، واول ما وصلنا رحت الولد اللي دائما اشتري يمه، للاسف ما لقيت عده وبس، لا ما نلقى، بس اعتقد اكو ولد هناك قدامنا وان شاء الله نلقى عده، لان اذا ما لقينا عده شباب راح نتعب هواي، راح نروح ندور بالكراده نشوف وين، فادعونا انه نلقى عد هذا الشخص. دورنا هواي وتعبنا وما لقينا، اخر شيء دورنا بالفيسبوك بالبيجات لقينا ولد، هسه اتصلنا عليه رايحين لوين؟ دريم سيتي، مور دريم سيتي رايحين له، وعسى ولدنا من الجيم اللي يريده احنا، لان هذا يريد شوي واحد كبير. ان شاء الله وصلنا للمول، ويا رب يا رب نلقى. لين تعبت طالعين الساعه 4 العصر، وهسه الساعه 6 تقريبا 6 ونص، ولحد الان ماكو، راح يصير الدنيا الليل وماكو، وما اريد ارجع مره ثانيه ادور، لان ما في احد والله. هسه وصلنا للعنوان اللي شافه جاسم بالفيسبوك، ولقينا هذا ولقينا هذا ولقينا هذا، هذا ايضا اللي اشتريناه شباب، هذا الصغير اللي قلنا لكم هذا المشاكل كلها من وراه تجي. هسه نزلنا فيديو شورت قصير قلنا لهم شو تريدون، هذا اللي هذا الاغلبيه قالوا هذا، فراح ناخذ هذا رغم ما هو كبير وسعره شويه هذا. والله انا افضل هذا، والمتابعين ما طول اشتركوا وجابوا 50 لازم ناخذ هذا. جابوا عني، فراح ناخذه عني بعد ما جابوا 50. يلا ويدللون دانيال العين، وين راح نروح؟ هسه راح يجي شنو؟ هاك عنا رايح هنا وقعت بموقف محرج، الله لا يراوي العبد مسلم. همزين خابر جاسم وراح وياه. اغلبيتكم تدرون بالفتره الاخيره انا بنيت بيتي والبيت رجعني للصفر، فهسه راتبي جاي الزمه منه يروح منه لان مطلوب هواي. فاليوم على اساس استلم راتبي قلت اخذ من الراتب واشتري لهم مسبح، والصدمه طلع المكتب اللي استلمني معزل، ومثل ما قلت لكم همزين جبت جاسم وياي، والحمد لله وشكر عليك الحال اشتريناه وجبناه. شنو احنا نشتري جيم؟ اشتري جيم؟ هاي لو عندي فلوس تاخذينها على عبيع شباب. بس على ما ادري فلوس اخذها وبعدين تعطيني. كان شنو الفائده من جيبي؟ لو جاسم المهم ولده يا هو اجيب اليمان، لو يموت يمان، يمان غير شارع قلبي. شباب يمان وجاسم مشاكل عارف. يلا يلا وين الولد راح؟ هذا المسبح ما حطينا حساب. صغير. ها
والله عم متجاسم اليوم تعب تعب وصل يستاهل يا مربع قال عم لا ما كنت على هاي اللي اني اي يلا بدي هسه تعشينا وكملنا قسما بالله هذا الزلمه والله وديك تعب تعب ما صاير يقول لي هذا سود الجدي ها استاذي يمان بابا اكثر واحد تعب الكم بالمسبح هو جاسم شباب هسه وصلنا البيت الحمد لله وشكرا دانيال دايك دانيال دايك لا والله يلا مو اجى انترنت اجى انترنت يمي فتعال علي جسمي زمان مثل ما جاي شوفوا شباب جبنا واحد صغير وجبنا واحد عملاق اللي راح يصير شنو نفس فكره جاسم راح اراويهم هذا وان شاء الله ما راح يشوفون لان هذا شباب وين راح نخليه ما راح اخذ البيت لا راح نخليه بهاي الحديقه القديمه مالتي راح احاول اضمه حتى بعدين اواري له هسه ايش راح اسوي راح اخذهم هذا الصغير ان شاء الله ما يشوفوني راح افتح لهم واقول لهم تعالوا شوفوا المفاجاه واذا شافون هماتين اقول لهم هاي المفاجاه مالتي هذا راح شقق انا اقول لا والله ايش راح اسوي اليوم بنفس اليوم اليوم ايش راح اسوي راح مني ينامون راح نفتح هذا انا وزوجتي لان تعرفون الحجم كبير في راد وقت طويل للترس راد وقت طويل للتركيب اليوم بهاي الليله الليل كله راح نظل نترس فيه ونفتح بيه يعني راح نفتح وبعدين بترسل حد ما يصير الصبح وما يصير الصبح راح نقعدهم ونجيبهم هذه المفاجأة الكبيرة أنا أشوف ردة فعل يمان ودانيال بهذا الصغير هذا أنا من يم هذا مشاكل به يعني داني راح تكيف يمان يجوز يلا بس دانيال شباب لو شايفين دانيال المهم شباب مثل ما وعدتكم ووعدتهم بفيلمهم أجيب لكم مسبح كبير وهذا يمكن أكبر مسبح موجود لأن هذا ما لقينا أكبر لقينا كورو جاسم لا هو هذا أكبر مسبح متر لقينا فمثل ما وعدتكم جبت لهم المسبح هسه خليكم يعني خلي نشوف ردة فعل هذا نظم هذا عمي نظم لازم نظم شباب هذا لازم نظمه لازم نظمه ليش طميت أنا ورا المتسلق ورا المتسلق قريب على بيتك تعال جاسم هنا انا اقول هنا احسن والله هنا احسن على فكرتي ما يصير ورا هنا ورا لا تعال وما يجي يجينا شوف بعد شوي هناك احنا نقعد مالك علاقه كيفك راح هذا الله راح يشوفون هم ما يجون هنا راح يجون والله يومين يجون انا راح اظل يوم ما غريني تشوف بعد شوي راح ننزل الفراش وين يظل هذا مالك علاقه نقول للعباس عباس وشو قلنا هاي تشوف الفكره بس اهم شيء هم ما يشوفونك طيبين مستعدين يلا جاسم هسه نروح نوريهم هاي المفاجاه وشوف ردة فعلهم يلا فحاطة شباب طالعين من الساعة بالأربعة تقريبا بس هتقول لي دانيال ويامان هاي جاسم فكرة جاسم تخليهم لا ما راح يشوفون الفيديو باقي عقب باس ان شاء الله راح يشوفون الفيديو البيت شباب طلعنا من حديقي وذاك بيتي وان شاء الله تنجح عارف ليش اللي اريده؟ ايه اريد معدل سالفة المسبح ما يشوفون ان شاء الله يشوفون انا اقول لك هسه لازم الا تاخذ تصعد قبل السطح لا ما بالحوش راح ترسل كان يطلعون هذيك الساعه هاي شوف حار شباب بفوق تصير شمس قويه هسه ترسلهم هذا شباب فتحوا الكريسماس طز هيك جدريتك هذا شوف داني بالبحر داني هذا علوش شوف جبت لكم مسبح مو عندكم مسبح هذا المسبح جبت لكم والله ها مشكور طلعوا مو هناك ها والله وين؟ دخلت داني ارجع ويا مالك يا ماي مو هنا جاسم تعال جبت لك مسبح هذا المسبح تريدونه مو قلت لكم وعدتكم اجيب لكم مسبح ايش بيه صدق وانت تجي مسبح ايش بيه بابا غير مسبح تعافيت غير هذا مسبح له لا ايش بيه لا غدر عن فتحه وشوف ايش كبره وعباله صغير هذا ايش كبره هذه منا وإلك متر ونص هذا بابي متر ونص لا أكبر أنت بس فتحه وشوف تعال وين هنا تعال هنا ترسي هلو شعر صغير أنت شو قلت له كبير والله العظيم شلون اسكت خاف الفتحة قل عيد وني هال كبير عمه هذا مسبح عملاق تعال أوقف افتح دقيقة ما حط السكي أوقف لي هسا فتحناه شباب شوف إيش كبره بس بابا شوف إيش كبره شوف ها إيش بي بعد شوف يلا جيب افتح بس افتح شوف إيش كبره بس بابا هذا 10 يسبعون بي بابا 10 عشر الولد قال لي 10 نفرات سبح بي شوف شبيه بعد ها شنو بابا
لعبه بس راح يسوي لي لعبه. ما سوي لعبه. ايش يسوي؟ اكو اكو بابا اكو بابا ايش راح يسوي؟ داني جابت الصندي علوش ايش راح يسوي؟ ما شد بعدين ما لقيت هو بس هذا ها راح يترس راح يترس. بهاي اللحظات دانيال يحسسني انه هو قابل بهذا المسبح بس هو بداخله ما قابل وراح تشوفون شلون ما قابل وراح تشوفون ايش راح يسوي من يصدق انه هو هذا المسبح. انا ما جايب غير مسبح بس هذا المسبح شوفوا شنو راح يسوي. يا الله يا شباب اقتنعوا هذا احتمال ذاك ارجح هذا مسبح حلو اي الله انا قلت دانيال وين يربي وين يمان روح صيحوه. لا اقف ما تمزعني اخليه يتمزع. بس دقيقه هذا المسبح حلو اي خبو لا صدق علوش مقتنعين بيه؟ لا لا والله عم القناعه كنز لا يفنى. شنو لبه لا هو هذا مسبح انا لقيت بس هذا جبته وجيت اي والله وداعت شو اسمك ما ادري ياهو سوش يا عمي. لا دعتك شو مال سوش بكم انت انا مو دائما انا قلت الكاميرا اجيب لكم هذا الشيء اجيب لكم الشيء لنفسه لو لا قلت لكم هذا المسبح راح اجيب لكم مسبح جديد قلت لكم ايش ولا هذا ترس الدنيا مستعجله تدري تدرس لا يا عبا مسبح كبير عمي شيء شق هذا اصلي هذا اصل المسبح هذا ايه يلا اسحب عليك اسحب تريد وايد دانيا حلو ايه هو هذا بس لك ابشرك راح يبقى بس لك بابا ايش بيده شيل 10 نفرات هذه هسه 10 جيب لي 10 نفرات قاعده منابي هذا السفر انت بس قل لي مقتنع بيه لو لا ليش مسو قلت مقتنع بابا كبير شنو هو كبير واش ايش بيه هذا شوف شوف ايش كبره فهمني ايش بيه نفس مالي ذاك غير مشقوق ذاك ماكو بعد مثل بابا ذاك هو جا فترة وراح بعد موديل وانتهى الموديل والله ايه يمان مثل ما شفتوا دانيال اقتنع والله شوف ردة فعل هاي يمان السلام عليكم جبت لك مسبح والله والله العظيم والله والله العظيم تعال حمودي ايش راح نسبح هذا راح جاي انترس يا والله يا العظيم والله والله تعال الله 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 تعورت على كيفك على كيفك تعال وين ايه والله العظيم انا وعدتك المسبح هذا المسبح قفل نفسك مشيت يا مان يقول لك مفاجأة هذا شفته انا شفته طبعا قبل كم يوم صورنا فيديو بعد ما ناشرينه ويا مان اقترحت علي شباب راح ينزل فيديو مال بسيات قصة بدلت ملابس ورجعت لقيت دانيال قاعد بشربايته ويبكي ايش فيك بابا؟ ابا المسبح صغير يا ما يسبح شفته مو شفته هسه واقتنعت بيه ما كنت عبا اسوي بيه مقلب عبا اسوي مقلب؟ ايه شو بيه المسبح بابا؟ ما صغير شنو هو صغير؟ غير سوى كيفت وانت وفرحت بيه ما عبا اسوي بيه مقلب شنو هو المقلب؟ زين المسبح عاجبك لو ما عاجبك؟ اراجعه ترى ما عاجبك اراجعه؟ رجعه ماي اها والله صغير يا ويز بيه اسبع بي علوش حمودي دانيال يا مان يا ويز بس على كيفك على كيفك بس على كيفك راح اقول لك شيء ما قايل لهم تمام امسح دموعك راح اقول لك شيء وعلي راح اقول لك شيء بس عليك الله اذا صدق تعزني وتحترمني امشي روح داني روح بابا او داني يلا روح عشان توصل لخي قول والله ما اقول لاي احد والله العظيم ما اقول جايب لكم مسبح انا ايش وعدتكم مو قلت لكم اجيب لكم مسبح اكبر من ذاك بمرتين قسما بالله جبت لكم مسبح اكبر من هذا الهسر بالحوش تقريبا بست مرات والله بابا والله العظيم اكبر من هذا بست مرات والله اسكت اسمع اسمع لا تقول ما ترسى اليوم باكر اليوم نامه من وقت تمام على مود بلي الان انا وزوجكم ما انا كان انا قاعد لا 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 ما اريدك وياي لا بابا ما اريدك وياي انا ما اريدك وياي اسمع مني اريدكم تنامون من وقت على مود تقعدون تلقون المسبح جاهز بالليل انا وامك راح نبقى نترس بنفتحه اول شيء لان هو كبير فالتنصيبه يرات له وقت. ترسه وين؟ ترسه بالحوش. والله على مود لان فوق شمس قويه راح ترس لكم اياه فتحه العفو وترسى لكم وتقعدون الصبح تلقونه جاهز. بابا انا ايش وعدتكم؟ مو وعدتكم اجيب لكم مسبح؟ وجبته والله انا من وعدكم وعدكم. ما حطينا عليه غطا فوق. انت مالك علاقه الك الصافي تلقاه جاهز.
بس هسه شري ايدك تروح وياهم يسوي لهم مهاز. قال مي المسبح كبير يا معودين، ايش بين مسبح خير من الله كبير صدق وصدق ما يكفي قم مال نفريت. لا لا بس مو هاي بس قلهم ايوه اليوم هاك والله شو شايك اجاكم داني انا سابوع داني هاك هاك انا اخذ هاي داني دقيقه دانيال دانيال عم شلون المسبح يلا 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 تعال يلا شيل يلا لا تنكسر بابا بابا لا تنكسر لا تنكسر. مثل ما جاي يشوفون فرحتهم بهذا المسبح، تخيلوا شباب شنو راح تكون ردة فعلهم من راح يشوفون المسبح العملاق. شباب من اقول مسبح عملاق يعني مسبح عملاق، الحوش كله لو راح يكفي للمسبح لو ما يكفي. ففعلوا جرس تنبيهات وانتظروا الفيديو الثاني. الفيديو الثاني صورته وكامل باقي بس للمونتاج، نفس اليوم اللي صورت بهذا الفيديو صورت الفيديو الثاني بس الفيديو صار كلش طويل فما اقدر اطبق الاثنين بنفس الفيديو. فعلوا جرس تنبيهات وانتظروا الفيديو الثاني وراح تشوفون بعينكم ردة فعلهم بالمسبح العملاق. وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب استمتعتوا يعني حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناة واهم شيء تفعلون جرس التنبيهات حتى اول ما انشر الفيديو الثاني يوصلكم اشعار. باي باي.